شو اللي بده اياه سالم من مدام جيهان؟ ليه بده يقتلها؟ وليه رفضت ابلغ الشرطه؟ انت لسه صاحيه؟ شفتك ما رجعت حكيت معي وتخينا انا احكي معك. هاي الوراق صاروا موجودين معي. اها اوكي. ايش مالك؟ ما مالي شيء. خلص بنحكي بعدين. صباح الخير. انت من اهله. حتى المسدس براسي وكان بده يقتلني. طيب ما قال شو بده؟ قال بده مهساري وقال رح يرجع. خليه يرجع. خليه يرجع لاخرته. يوسف عرف؟ لا لا. مش مهم، المهم يكون جدع وامين. وبعت لي اياه بس وقت ممكن. اوكي يا حبيبي، الله معك، مع السلامه. عزيز حبيبي، شو بدك بالحارس؟ احنا ناقصنا نفتح عيون الناس علينا؟ هي جابر هون، شو بيسوي؟ جابر كبر وبطل يقدر يقوم بالشغل كله. خليني اقوم اشوف يوسف قبل ما يطلع احكي معه كلمتين واسكته. عن اذنك. الله معك. وينك يا عبود؟ من امبارح لا حس ولا خبر. معقول يكون سالم كشفه؟ دورت عليه بكل مكان مو لاقيه، وما حد من عمال المزرعه شاف. هو بده يكون راح يعني؟ ما بعرف، بس انا قلبي مو مطمن. عزيز بيك بعد إذنك أنا لازم أبلغ الشرطة. احنا رح نعرف طريقتنا. انت ليه يا سيف هالقد متاكد انه سالم في بيتي القديم؟ ما يمكن راح في داهيه تانية، ما انت عارفه بيعرف كل زواري بالبلد. شوفي، انا بالبدايه كان عندي مجرد احتمال، بس لما عبود ما رجع ولا حكى اتاكدت. هم احتمالين ما لهم ثالث. يا اما سالم لما شاف عبود اشتراه، يا إما تخلص منه. هاي مجرد احتمالات. لنفرض انها احتمالات، نمشي وراها الا ما توصلنا لإشي. انا ما في بيني وبينه إشي. إجا يسأل عن عزيز بيك، بده بقية حسابه. باقي حسابه مسدس؟ يا هيثم بيك، يا هيثم بيك. سالم هذا متربي عندنا هون بالمزرعة. هو يأسف يعني بس لأنه الآن على عمه زودها شوي. أكيد لو صاير إشي من الحكي هذا أكيد كان خبرنا. طيب، يعني رح يرجع عشان يأخذ باقي حساب. يا ريت تخلوا يمر عندي على المكتب، يعني عشان نكمل المحضر. ولا يهمك. وأنا مستني. مع السلامة. شو حكى لك الضابط؟ هاي هم بدوروا عليه. أنا قلبي مو مطمن. كل يلي عم بيصير حوالينا غلط.
طب ممكن يكون في إشي بين سالم عمو جابر؟ عمي جابر عمره ما ارتاح له، وأنا بعد ما شفت سالم امبارح هو بيهدد مدام جيهان صرت متأكد إنه ممكن يعمل أي شيء، وإنه هذا الشخص ورا بلاوي مكومة. ندى، بالنسبة للوراق خليهم معك بعدين بشوفهم. هذه آخرتها تكذب علي فهد وتقول لي تأخير لجنة وإجراءات بنكية وأنت أصلاً مو مقدم على المناقصة. أنت وين تبغى توصل؟ تبغى تدمرنا؟ تبغى تهد كل اللي بنيته طول هالسنين؟ هدي شوي، هدي شوي يا أبوي. كل اللي سويته عشان خاطر أحميك، أبغى أحمي الشركة، أبغى أحمي فلوسنا. وأنت إيش فهمك؟ ولا خلاص كبرت الحين يعني وياي تعلمني شغلي؟ اسمعني زين، أنت تنفذ كل اللي أنا أقوله عنه، ورايك خلي حقك، ويلا اضرب الجدام يا شوف. بطلع يا أبوي، بس أتذكر أني سويت اللي يرضي ضميري ويحمي الشركة. قلف قلف. ايش قاعدين تسوون هني؟ كل واحد يروح على مكتبه. ايش صاير؟ صوتكم وصل ليه برا؟ تعالي شوفي، هذا اللي كبرته وعلمته، يا يعلمني شغلي. ما عليه حل، فهد اكيد ما يقصد، انت بس هدي اعصابك وريح وقول لي شو السالفه بالضبط. تعبت يا ساره، احس ان عقلي ما بقادر يفكر. ليش كل هذا قاعد يصير معانا؟ ليش حياتنا انقلبت كلها بين يوم وليله؟ ليش؟ استغرب منك احيانا، معقوله للحين ياس تسال هالسؤال؟ بعدك ما تعرف ليش؟ شمس، منو غيرها؟ شمس هي السبب في كل المصايب اللي قاعده تصير، هي اللي تترس راس عمي ابو فهد عليك، وهي اللي ورا هذا المشروع لانها كانت مسافره معاه. مسافره معاه؟ انت مو قلت هالكلام؟ شفتهم في المطار يوم رحنا نجيب عمي ابو فهد. وليش ما قلتي لي؟ ما كنت عارف، قصر حسك الناس بتسمع. ما كنت متأكدة انها مسافرة معاه لين شفناهم متزوجين وتأكدنا من هالشيء. بكيت ودبلت الدمع على عيوني ولو فهد يقول إن هالمشروع ضربة العمر، بس شو اللي مو عاجب فهد فيه؟ ما ظنتي يعاند أبوه كذي بدون سبب. أنت تخبرت؟ تبى تودر الشركة حق شمس ولدها؟ أفا، هذه تربيتي فيك، حرمة تغلبك. إيش تبغيني أسوي يا أمي؟ إيش تبغيني أسوي عقب ما هزأني قدام كل الموظفين؟ تبغيني أرجع له مرة ثانية عشان يطردني المرة هذه؟ لحظة غضب وراحت لسبيلها، يعني أنت غشيم عن أبوك؟
كرامتي ما تسمح لي أمي. بتسمح لك يا فهد، والحين بتصير تعذر من أبوك وتبوس راسه بعد. شو بلاك؟ ركز معاي، أنت إذا تركت الشركة وتركت أبوك يعني خسرنا كلنا للأبد.